الدكتورة سوسم عارمي، أستاذة مبرزة في الطب اختصاص نساء وتوليد، ورئيس قسم نساء أمراض نساء وتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصري. في إطار شهر أكتوبر الوردي اللي بدأ نهار 1 أكتوبر وإلى حدود 31 أكتوبر، استغلينا الشهر هذا باش نعمل عيادات مجانية لتقصي مرض سرطان الثدي، وهذه تتم في المستشفى الجهوي بالقصرين وفي كامل المرافق الصحية الأخرى بالولاية. الحمد لله فما إقبال، نتمنى يكون أكثر. في اليوم حسب التقريب بين 30 و 35 امرأة في اليوم يتم فحصها، والحالات اللي تستوجب أنه نكملوا بالكشف بالماموغرافي نبعثوها لقسم التصوير. وبالمناسبة نشكرهم ونشكر كل أطباء الاختصاص اللي عاونونا باش يقرأوا الماموغرافي. هو في هذا الإطار الحمد لله تم تقصي حالات من مرض السرطان عند نساء صغار في العمر، في 30 35 و40 سنة. فما نساء حوامل تم اكتشاف هذا السرطان، والحمد لله توا في طور المراحل باش نحضروهم للعمليات. مع الذكر انه عندنا طبيبة الحمد لله مختصة في امراض في جراحة الأورام تخدم معنا منذ أكثر من شهرين وتقوم بالعمليات استئصال الأورام، مش كان في ولاية القصرين، حتى تقوم بالعمليات في الولايات المجاورة كما في سيدي بوزيد، كما في قفصة تم استدعائها في العديد من المناسبات باش تحل برشا مشاكل للنساء اللي يسكنوا بعاد على الولايات الكبيرة، باش نعاونوهم يتم علاجهم ونحاولوا نكتشفوا المرض في مراحل مبكرة.